ضربات الشمس وحوادث السقوط أو الحاجة لإنعاش قلبي أبرز الحالات التي تستقبلها المستشفيات والمراكز الصحية بالحرم المكي طوال شهر رمضان، إذ تتعامل الطواقم الصحية مع قرابة 800 حالة صحية يوميا على مدار الساعة. تتعامل المراكز الصحية داخل أروقة الحرم ومستشفى الجاد والحرم مع مختلف الحالات الحرجة أو الخطرة، منها حالات الجلطات الدماغية، حالات الجلطات القلبية، حالات السقوط أو الكسور، حالات الإصابات. كذلك تعمل على الإخلاء الطبي لها بالتزامن مع موسم العمرة عبر خطط موضوعة ومدروسة مع كافة الفرق بتجمع مكة المكرمة الصحي. مستشفى الحرم للطوارئ وأجياد وثلاثة مراكز صحية أخرى خصصها التجمع الصحي بمكة لخدمة المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام بسعة تصل إلى 98 سرير تنوعت بين أقسام العناية المركزة والتنويم والطوارئ، وجهزت بالكوادر الطبية والفنية. تتميز مستشفى الجاد للطوارئ ومستشفى الحرم ومراكز الحرم بالخدمات المقدمة للمعتمرين والمصلين، حيث تشمل على خدمات الطوارئ العناية المركزة، كذلك يشملها الخدمات الطبية المساندة من مختبرات وأشعة وصيدلية، كذلك خدمات طبية متقدمة مثل الطب الاتصالي للسكتات الدماغية والطب الاتصالي للعناية المركزة. إسعافات أولية ميدانية داخل أروقة المسجد الحرام تقدمها فرق الهلال الأحمر وفرق الجمعيات التطوعية للحالات الصحية التي لا تستدعي النقل للمستشفيات كقياس درجات الضغط والسكر والضمادات. من الحرم المكي، سلطان السلمي، العربية.